السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش بس يا جماعة، يا ريت كل اللي بيسمع الفيديو ده يتأكد تماما إن الدكتور رامي ولا هو نصاب، ولا هو بياخد 3000 جنيه كشف، ولا هو بياخد 5000، هو كشفه 300 جنيه. أنا والدتي متابعة معاه بقالها 5 سنين، تمام؟ لفينا على دكاترة مصر كلها يعتبر، اللي يقول دي عايزة دعامة واللي يقول دي عملية قلب. رحنا للدكتور رامي، تمام، بالعلاج، ماشيين بقالنا 5 سنين معاه، والحمد لله قطرة القلب اتحسنت ومفيش أي حاجة خالص دلوقتي، واحنا دلوقتي بقالنا أكتر من شهرين مش عارفين نوصله. فطبعا اللي بيهاجمه أكيد دكتور عايز يعمل دعامة، أكيد دكتور عايز يعمل عملية قلب مفتوح، علشان إيه؟ ده شغل استثماري. هما دلوقتي شغالين على شغل عمليات القلب والدعامات والقسطرة والكلام ده كله. هو لو في عيان موجود عنده عايز قسطرة ولا عايز دعامة، دكتور رامي بيقول له انت حالتك محتاجة كذا وكذا. نعم، مش بيقول له عملية قلب على طول، فعشان كده هما بيهاجموه. في دكتور من الدكاترة انا رحت له بدون ذكر اسماء، تمام، اول ما سمع اسم الدكتور رامي كأن سمع عفريت، كأنه عفريت. ليه؟ عشان ده دكتور طبعا هو اللي راح كشف، وبعدين قال لنا عايز إشاعة، رحنا نعمل الإشاعة لقيناه هو اللي بيعمل الإشاعة، هو اللي بيعمل الإشاعة. فطبعا المعمل ده تبعه، وبيعمل قسطرة وبيعمل دعامات، طبعا دي استثماري، عايز 20,000 30,000 علشان ايه؟ يركب على عربية أحدث موديل ويحارب الناس اللي زي الدكتور رامي. الدكتور رامي معروف إن عمره ما قال لحد تعالى لي، الناس بتروح له. أنا شهادة حق بروح عنده بلاقي ناس من جميع محافظات الصعيد، المنيا، بني سويف، سوهاج، أسيوط، أسوان، من آخر الدنيا بيجوله، علشان هو دكتور شاطر مش بيرجح انه يعمل عمليات. نعم، انتوا تحاربوه علشان هو مش بيرجح العمليات، بيعالجك بالعلاج. طب ليه يعني؟ بدل ما تقفوا جنبه وتساندوه بتحاربوه. طبعا اللي بيحاربه ده معروف عايز فلوس، شغل استثماري. كفاية كده قوي، وربنا معاك يا دكتور رامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.